برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بعضو مجلس إدارة النادي الأهلي دكتور رانيا علواني المشرفانة في البيت الكبير. عايز أبدأ من مجلس الإدارة، الفترة اللي فاتت دي إزاي قيمتي عمر وأعمال المجلس، مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب؟ أولا بشكرك على السؤال، لأنه سؤال مهم جدا إن احنا نعرف أهمية الاستمرارية. إن النادي الأهلي متعودين دايما إن مجالس الإدارة، أي مجلس إدارة بيجي دايما يكمل على المجلس اللي قبله في الإنجازات وفي الإنشاءات، وبتكون دايما مصلحة النادي أو الرؤية اللي اتحطت للنادي هي الشغل الشاغل لكل مجلس إدارة. فبالتالي كل واحد ممكن ما نكونش احنا مثلا اللي هنشوف افتتاح حاجات معينة في المستقبل، ولكن مهم ان احنا نضع حجر الاساس بتاعها دلوقتي زي ما حصل في المجالس السابقة. في حاجات كتيرة جدا دلوقتي في الانشاءات بتحصل، يمكن هنتكلم عليها بالتفصيل بعدين. بس النقطة اللي حابة اقولها ان فعلا مجالس الادارة على مدار تاريخ النادي الاهلي كانت دايما بتكمل بعضها، ودايما بنحط سلمة ورا سلمة عشان بتبني على المجالس السابقة. بالظبط. لكن أنا شايفة أن فعلا الثلاث سنين اللي فاتوا، مع أنهم كانوا ثلاث سنين واجهنا فيها بعض الصعوبات وعقبات كتيرة جدا، قدرنا كمجلس أن احنا نتخطاها أو نوصل لأفضل وضع نقدر عليه في الوقت الحالي. كان زي ما أنت بتقولي يا دكتورة، كان في تحديات كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، تحديات على مستوى مجلس الإدارة، على مستوى كمان فريق الكورة، لكن